النهارده ان شاء الله المجموعه الخامسه والسادسه في دور المجموعات هيكونوا بينهم ويختموا مشوارهم في الجوله الثالثه علشان يكون بيصعد رسميا بقى وينتهي شكل ال 16 منتخب اللي هيكونوا متواجدين باذن الله بدايه من الادوار الاقصائيه اللي هتكون بتنطلق يوم السبت اللي جاي. المنتخب المغربي عنده مواجهه مهمه امام منتخب زامبيا، اكيد بنتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي، وملوش اي علاقه ان احنا اكيد نحب نتفادى مواجهه المنتخب المغربي في دور ال 16، ولكن بالفعل الواحد بيتمنى المنتخب المغربي يروح لأبعد مدى وكل منتخباتنا العربية تقدر تحقق نتيجة أفضل بداية من الأدوار الإقصائية. متابعتك لهذا اللقاء، منتخب المغرب منتخب كبير، بداية كانت موفقة، بعد كده لقاء في درجة حرارة صعبة، الكل يعني كان يعني بيتكلم عليها قد إيه كانت مواجهة متعبة ومرهقة بالنسبة للحاضرين في المدرجات مش بس للاعيبة اللي في الملعب، والنهاردة أكيد لقاء مهم بالنسبة لهم. ولقاء مهم، المغرب بتحاول ان هي تنهي المجموعه في الصداره علشان برضو ما تدخلش نفسها في حسابات ان هي ممكن تواجه منتخبنا منتخب مصر. طبعا احنا بذكريات البطوله الماضيه الخروج من دور الثمانيه على يد منتخب مصر، في نفس الوقت هيحاولوا برضو ان هم يبقى المنافس بتاعهم احد اصحاب المراكز التوالت، فالمغرب هيكون او المسار بتاعها يكون اسهل شويه عن ان هي تواجه منتخب مصر. وفي نفس الوقت طبعا مش عاوزين يدخلوا نفسهم تحت طائلة الضغوط والانتقادات اللي ممكن توجه للمنتخب في حالة ان هم يخسروا اللقب او على الاقل حتى يكونوا في المركز الثاني، فيبقى في مخاوف ان هم يخسروا اللقب. المغرب ما فازتش بالبطولة بقى 48 سنة، فهم عايزين ياخدوا اللقب ده عشان يبقى تمهيد ان هم يقدروا ياخدوها المرة في 2025 المرة بالظبط لكأس الأمم. بالظبط. في المقابل منتخب زامبيا عنده فرصة انه لو تفوق على منتخب المغرب هيبقى في المركز الثاني او ممكن يكون من احسن التوالت على حسب ما تصفر عنه نتيجه مباراه الكونغو وتنزانيا، فهتبقى مواجهه صعبه، ولكن ان شاء الله المغرب تقدر تحسم المباراه باذن الله. كل التوفيق كيف بنتمناه للمنتخب المغربي الشقيق في هذا اللقاء.